بسم الله، شو مع بعض؟ امر فلتر، امر فلتر يعني مؤثرات، يعني مثلا هنا مثلا عايزها منغبش شويه، عايزها باهته شويه، عايزها قديمه شويه، فممكن مثلا من فلتر هقول له مثلا ايمج افكت، اقول له انا عايز صوره تبقى قديمه شويه، تمام. هدوس كنترول زد. انا بس بنشوف بعض المؤثرات كده السريعه، عايزها تبقى كانها مرسومه دروينج، عايزها تبقى مثلا شادو مثلا اهي، تمام. ايوه، فلاتر لذيذة، تمام. تدي مثلا بدل ما تقعد تعمل كذا خطوة عشان توصل للمؤثر دوت، لا هو بيختصرها لك على طول. مثلا هتدي له ايه، 3D، تمام. اقول له مثلا فلتر، انا عايز مثلا وليكم مثلا باك هول مثلا، بلاك اوت لاين، عايز فلتر اللي هو مثلا يبقى يتعكس، تمام، بالشكل دوت بيعكس الالوان، تمام. كل مؤثر فيهم بيعمل حاجة شكل، وكلهم يعني بيبان من اسمهم، يعني ده مثلا اداني طابة كده كأنه خشب شوية، تمام. طبعا ممكن كل واحد من دول اللي تعمل له درس حاجه زي كده، كل حاجه بسيطه. مثلا ده مؤثر فاير، مثلا ده مؤثر انك بليد، فلتر ماتيريال، عايز اديه مثلا جولد، تمام.